طيب، السطر رقم 58. في بداية السطر اللي فات كنا بادئين بحشوين. الحشوين دولت ما بين أو في فراغ سلسلة ما بين حشوين في منتصف الورقة بتاعتنا. طيب، احنا في السطر ده مش هنشتغل فوق السطر 57، هنشتغل فوق السطر 56. تمام، فانا عايزة ابدأ من الحشوين اللي في المنتصف اللي ما بينهم هنا سلسلة. تمام، فانا عايزة اول حشو منهم وده. تمام، وهبدأ فوقيه بنص عمود، لف لفة على الابرة وابدأ هنا بنص عمود. سلسلة الحشو اللي بعده. تمام، انا متجاهلة السطر 57، الكلام ده لحد ما اوصل للبريد ده. تمام، طيب الحشو اللي بعده انا عملت سلسلة، الحشو اللي بعده هعمل فوقيه نص عمود. سلسلة بتنيني مكملة فوق السطر برضو 56. بشتغل فين؟ شايفين الحشو ده؟ انا يمكن الدنيا ملخبطة عندي عشان في خيط. كده بقى اوضح. تمام، شايفين الحشو ده؟ هو ده اللي هشتغل عليه، ده السطر رقم 56، ده النص عمود والأعمدة اللي فيه السطر 57. أنا هشتغل فوق الحشو ده. طيب، الحشو اللي بعده هعمل فوقيه عمود بريد بلفة. أنا بشتغل بريد أمامي، بريد بلفة، سلسلة، اللي بعده بريد بلفة، بعده سلسلة. انا كده بقى عندي 2 نص عمود في المنتصف و2 عمود بلفة في الضلع. تمام، طيب 1 2 3 4 5 هعمل فوقيهم عمود بلفتين او بريد بلفتين. ما بين كل واحد واللي بعده في فراغ سلسلة. تاني بريد بلفتين، سلسلة، التالت، سلسلة، الرابع، سلسلة، والخامس. سلسلة. تمام، طيب هبدأ بعد كده اشتغل فوق الغرز اللي عندي هنا دي. تمام، طيب هعمل فوق كل غرزة من اول البريد لحد البريد اخر بريد بريد بلفة. ما بين كل واحد واللي بعده في فراغ سلسلة. تمام، بريد بلفة، بعده سلسلة. انا اسفة وبفوت غرزة في النص، بفوت غرزة في النص، يعني بسيب غرزة والغرزة اللي بعديها هعمل بريد بلفة، سلسلة، افوت غرزة والغرزة اللي بعدها هعمل فوقيها بريد بلفة، سلسلة، افوت واحدة واللي بعدها هعمل فوقيها بريد بلفة، سلسلة، وهكذا لحد ما اوصل لي اخر بريد عندي. ما تنسوش بنفوت غرزة في النص ما بين البريد واللي بعده.
نعد من البريد للبريد. عندنا عملنا كم بريد؟ 1 2 3 عندي 20 بريد فوق أو من البريد للبريد، ما بينهم فراغ سلسلة. تمام، هنا هيبقى عندي 20 بريد. هنبدأ هنا نعمل بالظبط زي ما كنا عاملين هنا. أول حشوة عندي من فراغ من السطر رقم 56، هنعمل فوقيه بريد بلفتين. الأسفل أول سلسلة، بريد بلفتين، سلسلة بنكرره 5 مرات، بريد بلفتين حوالين حشو من السطر رقم 56، سلسلة كده 4 5 الاثنين اللي بعد كده هعمل فوقيهم عمود بلفة او بريد بلفة، سلسلة بريد بلفة مرة تانية، سلسلة. هتلاقي نفسك وصلت لي الاثنين الحشوين اللي طالعين من نفس فراغ السلسلة. بنعمل فوقيهم نص عمود، سلسلة، نص عمود فوق الحشو اللي بعده، نص عمود بريد فوق الحشو اللي بعده، سلسلة، وبنكمل بنفس البطرون لنهاية السطر. بنقفل بمنزلقة فوق أول نص عمود وهنرجع تاني.